أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. إبراهيم كان أمة، الله سبحانه وتعالى سماه أمة للتوحيد الذي يحمله، للعقيدة الذي يحملها. إبراهيم عليه السلام هو الذي جابه المشركين وحاربهم. النبي إبراهيم هو الذي كسر أصنام المشركين، ها، وسفها أصنامهم واستهزأ بها صلى الله عليه وسلم. إبراهيم هو الذي تبرأ من قومه وتبرأ من أبيه، إيش؟ لنصرة التوحيد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إبراهيم، اسمع لإبراهيم ماذا يطلب من الله. إبراهيم هذا الرجل الموحد، هذا الرجل العظيم أبو الأنبياء، يطلب من الله سبحانه وتعالى، يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو يطلب من الله سبحانه وتعالى اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ضلت الناس من وراء الأصنام في ذلك الوقت فعبدوا غير الله. واليوم ضلت الناس في عبادة الديمقراطية، ضلت الناس في عبادة القومية، ضلت الناس في عبادة الشيوعية، ضلت الناس في كل هذه الآلهة اليوم موجودة، والأحزاب ومش عارف الطرق والقبور وكذا، كل هذا ضلت الناس من أجل. لابد علينا أن نحذر يا أخي. حتى الإنسان يقول لك لماذا تتكلمون كثير عن التوحيد يا أخي؟ الشرك يموج موج البحار اليوم. أبدا ما بدنا نقول يا أخي للناس اتقوا الله انتبه كذا. طب ما نحن وجدنا في هذه الدنيا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. من المنكرات الشرك والكفر، أعظم المنكرات الشرك والكفر، أعظم المنكرات. جماعة الناس بتقول لك لماذا تتكلمون عن التوحيد؟ اسمع لحال هذه الأمة ومشايخ هذه الأمة وعلماء هذه الأمة. يموت رجل طاغية طاغوت كمبارك المجرم الذي فعل ما فعل بالمسلمين وحارب دين الله سبحانه وتعالى على مدار 40 سنة. كان لما بعض المقربين من مبارك يقول، قال أنا أسمع كل حاجة بس ما تقوليش كلمة الإسلام. إيه والله، قال لا أريد. يقول هذا المقرب المبارك كان لا يريد أن يسمع شيء اسمه قرآن، إسلام، مسجد، كذا، لا يريد. ثم يقول كان لا يصلي أصلا بس هيك بالمناسبات عيد وكذا. المقصد يا جماعة، ثم في عصرنا اليوم لما مات ترى من يترحم عليه من مشايخ، ثم يسألونك يا أخي لماذا تتكلمون كثيرا عن التوحيد؟ لو كذي ألف باء عقيدة، ألف باء توحيد. طاغوت نحى شريعة الله سبحانه وتعالى وأتى بغيرها وأجبر الناس على التحاكم إليها وأجبر الناس على هذه الشريعة، ثم بيجبروا لك والله أذكر محاسن موتكم. هذا هو درس هذا يا أخي حتى نال هذه المشيخة والدكتورة؟ أنا مش فاهم كيف يصل المرء يا أخي إلى هذه المرحلة يا أخي. إذن على هذا الحال يا أخي سبحان الله، فلنذكر كل محاسن الأموات يا أخي. وعلى الفكرة حديث ضعيف أصلا. هو مبارك هل يشك أحد أنه في أمور الدنيا ما كان عنده أمور يعني ممكن تكون كويسة؟ حنون مع زوجته، طيب مع أبنائه، إجا لعنده مرة واحد فساعده، ولكن هذا في ميزان الشرع صفر. لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي يعني هو أفضل خلق الله، قال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خسران، صلاة، زكاة، صيام، مش عارف إيش. مثل ما بيقول لك يا أخي كنا نشوفه يصلي على التلفزيون، أول شيء يصلي يعني يصلي وينقض عرى التوحيد عروة عروة، يصلي وينحي الشريعة ثم يأتي بغيرها ونقول والله كان موحد، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. مش هذا دين؟ هذا دين؟ يقول لك آخر شيء والله علماء الأمة مشايخ الأمة
ثم بيسألونا لماذا نتكلم، نتكلم عن التوحيد يا جماعة، لماذا نتكلم عن العقيدة، لماذا نفهم الناس؟ يا أخي التبرؤ من هؤلاء الطواغيت دين، والله دين، البراءة منهم أصلا، الكفر بالطاغوت ما بيمشي حاله يا جماعة إلا أن نكفر بهؤلاء. اسمعوا لقول إبراهيم يا أخي، الله سبحانه وتعالى هو الذي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ابتداء منكم ومما تعبدون من دون الله. اسمع، كفرنا بكم، بدك تكفر فيهم، لابد يا جماعة تتبرأ منهم، إذا ما تبرأت منهم عندك إشكالية صراحة في العقيدة. وبدت بيننا وبينهم العداوة والبغضاء. يا أخي العداوة والبغضاء لا تستلزم أنك أنت تقعد تترحم عليه، العداوة والبغضاء لا تستلزم أنه أنت والله تقعد تقول والله كان عنده محاسن. أي محاسن هذه؟ هو قد أتى بأكبر جرم، ألا وهو الشرك والكفر، ألا وهو الشرك والكفر والعياذ بالله. أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله.